فراس، مرحبا بك. بداية، أنت تتواجد في هذا المؤتمر السنوي الدولي أيضا، حدثنا بداية عن الأجواء لديك. نعم محمد، قبل قليل انتهى خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أكد تأييد التحالف الذي يرغب به الرئيس الأمريكي باراك أوباما والذي تحدث عنه البارحة. والأمر الجديد بأن نتنياهو هنا ليس يشبه فقط بين حماس وداعش، وإنما بين حماس وداعش وإيران، فهو يقول هذه الأطراف تقوم بإعدام مواطنيها أمام الجماهير الغفيرة، وبأنه إرهاب إن كان إرهاب دولة أو إرهاب منظمة. محمد، أريد أن أتحدث هنا مع ضيف إذا سمحت لي، وهو ضيف سوري معارض سوري، السيد كمال اللبواني. سيد كمال، مرحبا بك في البداية. سيد كمال، البارحة استمعنا إلى خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي قال بأن القصف الجوي سوف يتوسع أيضا إلى الأراضي السورية، لكن المشكلة الوحيدة الأمريكية هي بالمعارضة المعتدلة. هناك تفكير واضح بالنسبة للإدارة الأمريكية من سوف تدعم في سوريا، ما رأيك بهذا الحديث؟ يعني الشعب السوري منسي منذ 3 سنوات يقتل، ولا أحد يتذكر الشعب السوري. اليوم لا يمكن هزيمة الإرهاب بدون مشاركة الشعب السوري. من يبحث عن الشعب السوري موجود، وأنا هنا لأقول هناك شعب سوري مهمته الأساسية أن يحارب الديكتاتورية والإرهاب أيضا، وبالتالي بدون الاعتماد على هذا الشعب وبدون التوجه إليه ودعمه لا يمكن تحقيق نصر. لا تدعونا نختار بين الإرهاب أو النظام، هذا خيارين سيئين جدا. نعم سيد كمال، لماذا أنت هنا بإسرائيل؟ أنا هنا لأن الغائب الوحيد عن القرار الدولي اليوم هو الشعب السوري، مع أنه هو المعني أساسا، فيجب أن نسمع صوتنا ويجب أن ننقل معاناة هذا الشعب ونقول هناك شعب سوري معتدل قادر على أن يكون شريك في هذا التحالف، وهو الخيار الحقيقي الذي يجب أن يعتمد فيه في سوريا. ليس علينا أن نختار بين بشار أسد وبليشياته أو بين الإرهاب وعصاباته، وبالتالي نحن موجودون، نحن نريد أن نكون شركاء في صناعة مستقبل آخر، نريد الحرية والديمقراطية. لا يمكن محاربة الإرهاب بالديكتاتورية ولا الجريمة بالجريمة، يجب دعم الشعب السوري الحقيقي اللي أنا أثق فيه واللي أنا أمثله. ألا ترى بأن هناك دول في هذا التحالف تريد التعامل مع أيضا مع النظام السوري بشار الأسد، ربما هو الطرف الآن المسيطر في سوريا في هذه النقطة؟ أنا أخشى ذلك، لهالسبب أنا أقول ليس خيارا صحيحا، لأنه بشار الأسد هو الذي صنع الإرهاب والذي قتل الناس. كل الناس تخشى من الإرهاب، الإرهاب رح يطلع من بيتي وأنا سأقتل على يد النظام ويد الإرهاب ويد التحالف ضد الإرهاب. لا يجب أن يكون خيارنا أن كيف نموت، يجب أن يكون خيار الشعب السوري كيف يعيش. اليوم وين الشعب السوري؟ مهجر، محاصر، يقتل، وبالتالي لا يمكن معالجة هذه المشكلة بدون قيم وبدون تحالف وبدون استراتيجية واضحة تعني بناء مستقبل جديد للشعوب. طالما الشعوب مدفوعة إلى اليأس فسنواجه إرهاب وسنواجه تطرف. نعم السيد كمال لبوان معارض سوري، شكرا جزيلا لك. محمد، استمعنا إلى أقوال السيد كمال التي تشير أيضا إلى الحيرة الأمريكية بما يتعلق بتوسيع ضرباتها أو توسيع عملياتها العسكرية إلى سوريا، فنحن نعرف بأن الإدارة الأمريكية فكرت مليا في الأشهر الأخيرة بمن سوف تدعم. هي تتحدث عن الجيش الحر، لكن هناك من يقول بأن الجيش الحر أيضا يقاتل إلى جانب مجموعات إرهابية في سوريا، لذلك دعنا نقول هناك من يشكك في هذه التحالفات وفي خطة الرئيس الأمريكي. نعم. باراك أوباما الذي اتخذ كما تقول الاستخبارات في إسرائيل استراتيجية إسرائيل التي كانت في حرب غزة الأخيرة وفي الحروبات السابقة، وهي إضعاف جهة معينة عن طريق قصف جوي. إليك محمد.